الرئيس السيسي يستقبل وفدا من مجلس النواب الأمريكي ويؤكد ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان. حزب الله يستهدف قاعدة عسكرية قرب حيفا، ومكتب نتنياهو يؤكد استهداف مقر إقامته بطائرة مسيرة قادمة من لبنان. رئيس الوزراء يؤكد خلال جولته التفقدية في المنيا أن المشروعات التي تنفذها الدولة تستهدف المواطنين. الثانية ظهرا في القاهرة من النيل للأخبار، لحضراتكم التحية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان والمضي قدما بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وإنفاذ المساعدات بشكل فوري لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم لوفد من مجلس النواب الأمريكي، حيث أشار الرئيس السيسي إلى الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة على مدار الفترة الماضية، موضحا أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف وضغوطا مكثفة من المجتمع الدولي لتحقيق تقدم ملموس لاستعادة الأمن والسلام. كما أكد الرئيس السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي وتعزيز مسار السلام. شددت مصر على ضرورة الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية. وأكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة على ضرورة إنفاذ أكثر من 400 ألف مدني محاصر في شمال القطاع تحت القصف الإسرائيلي المستمر، واتخاذ موقف دولي موحد حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك خلال مشاركة مندوب مصر في اجتماع عدد من السفراء العرب اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أكد السفير أسامة عبد الخالق رفض مصر التام للمساعي الإسرائيلية لوقف عمل وكالة أنوا وضرورة إلزام إسرائيل بكافة مسؤولياتها كقوة احتلال. استشهد 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي على جباليا وخان يونس ورفح شمال وجنوب قطاع غزة. كما استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر العام الماضي، مما أسفر عن استشهاد 42519 شخصا، فضلا عن إصابة 99637 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض. استشهد مريضان في قسم الرعاية المركزة في مستشفى الإندونيسي إثر تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي مولد كهرباء. وأفادت السلطات الصحية في قطاع غزة أن جيش الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي في بيت لهية شمال القطاع ويقصفه، ما أدى إلى إصابة أكثر من 40 شخصا آخرين. وقال مدير المستشفى إن دبابات جيش الاحتلال تقصف المستشفى وتحاصر المبنى بالكامل، وقطعت التيار الكهربائي عنه، واستهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية. وأضاف أن هناك مخاطر شديدة تحيط بالطواقم الطبية والمرضى. من جهتها أكدت الأطقم الطبية بمستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة أن مستشفيات الإندونيسي وكمال عدوان والعودة شمال القطاع مهددة بالتوقف عن الخدمة في ظل الممارسات الإسرائيلية والعمليات العسكرية والمجازر المتتالية للاحتلال، إلى جانب نفاذ المستلزمات الطبية. تستهدف إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا التابعة للأمم المتحدة بشكل متعمد لإنهاء عملها بذريعة أنها تعمل على إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين. وكشف الإعلام العبري عن وثيقة سرية حملت مخططا للاحتلال من 3 مراحل لإخراج أونروا من غزة واستبدالها بمنظمة أخرى توفر خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية. في سباق مع الزمن تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، لتجد من العدوان على قطاع غزة على مدار عام وأكثر فرصة ذهبية لنزع شرعيتها وتجريم أنشطتها. ومنذ سنوات تستهدف إسرائيل الوكالة التابعة للأمم المتحدة وفي خضم الحرب المدمرة التي يشهدها قطاع غزة وترقى إلى الإبادة الجماعية. أعلن الكيان المحتل أنه لا يرغب في أن تؤدي الوكالة أي دور في غزة بعد الحرب، رغم أنها أنشئت باعتبارها منظمة مؤقتة لتنفيذ برامج الإغاثة والتشغيل المباشرة للاجئين الفلسطينيين. وخلال العام المنصرم عانت الوكالة من استهداف مقرها ومدارسها وموظفيها في قطاع غزة، وتصنيف الكنيست للوكالة بأنها منظمة إرهابية، ومصادقة لجنة الخارجية والأمن بالبرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون لحظر عملها ومصادرة مقرها الرئيسي بالقدس الشرقية، بالإضافة إلى منع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية. وبقرار من الأمم المتحدة تأسست أونروا عام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في مناطق عملياتها 5 بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. استئصال ممنهج يتعمد الكيان الصهيوني إجراءه عبر مخطط للاحتلال من 3 مراحل لإخراج أونروا من غزة واستبدالها بمنظمات أخرى. أولها تتضمن تقريرا شاملا عن تعاون مزعوم بين الوكالة وحماس، فيما تهدف المرحلة الثانية إلى تقليص عملها إلى الحد الأدنى، لتأتي المرحلة الثالثة بنقل جميع واجبات الوكالة إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد الحرب، لعرقلة ما تقوم به أونروا من جهود للحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها عقب نكبة فلسطين عام 1948. قال حزب الله إن مقاتليه قصفوا منطقة حيفا في شمال إسرائيل بالصواريخ بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق مجموعة من الصواريخ على شمال إسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات. وأوضح الحزب أن مقاتليه قصفوا لكريوت شمولة شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة، وذلك ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة. أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه منزله في بلدة قيساريا بشمال إسرائيل دون وقوع إصابات. وأضاف المكتب أن نتنياهو لم يكن في المنطقة، بينما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الهجوم المسير لم يصاحبه تفعيل لصافرات الإنذار، حيث فتح جيش الاحتلال تحقيقا في فشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراض المسيرة التي انطلقت من لبنان، مؤكدا أن الهجوم هو الثالث من نوعه خلال أسبوع، وتمكنت فيه طائرة مسيرة من اختراق عمق إسرائيل. استشهد 6 لبنانيون وأصيب آخرون جراء غارات وهجمات بالمسيرات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان. وأعلنت الصحة اللبنانية أن من بين الشهداء شخصين استهدفتهم غارة إسرائيلية حين استقلالهم سيارة على طريق سريع يصل بيروت بشمال لبنان. أشارت الصحة اللبنانية إلى أنها المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل أكثر من عام. على صعيد متصل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي وقوع 4 إصابات إثر سقوط صاروخ على مستوطنة شلومي قرب الحدود الشمالية. وأفاد جيش الاحتلال برصد أكثر من 55 صاروخا انطلقوا من لبنان. للتعليق ينضم إلينا من بيروت سيادة العميد ناجي ملاعب المحلل العسكري. تحية لك سيادة العميد. ومرحلة دقيقة ما بين إسرائيل ولبنان، أو تحديدا إسرائيل وحزب الله، التهديدات متبادلة وتوقع برد إسرائيلي على الهجمة الإيرانية التي تمت منذ أكثر من أسبوعين، كيف تقرأ حضرتك هذا التصعيد وهذه التهديدات المتبادلة ما بين الطرفين؟ أولا يعني عندما استخدمت إسرائيل كل ما في جعبتها من ذكاء اصطناعي ومن اصطياد قادة ووصولا إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله، حتى عملية البيجرز وكل ما رافقها، اليوم يثبت الميدان بأن ما زال العدو الإسرائيلي لا يستطيع التقدم والثبات في الأماكن التي يتقدم بها، وما زالت المرتفعات العالية التي تشرف على الجنوب اللبناني من داخل لبنان ما زالت بيد المقاومة، وكلما حاول التقدم نرى أن سيارات الإسعاف والهليكوبتر تهرع إلى المكان، وكل يوم يأخذ لا أقل من 20 إلى 30 جريح غير الضحايا الذين يقع بهم من قبل المقاومة. ولكن اليوم هناك تطور نوعي بأن يبدو أن في 3 أمور. أولا مدى الاستخبار الموجود لدى حزب الله الذي بدأ يظهر على الشاشة باصطياد هؤلاء الذين كانوا في جليلية في مركز تدريب للواء جولاني جنوب حيفا وفي التوقيت الملائم. 2 اليوم أن تصل إلى قيسرية إلى منزل يستخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذا يعني أكيد هذا المنزل كان يجب أن يكون هناك دفاعات قوية حول المنزل، ولا سيما في زمن الحرب. أن يصل طائرة مسيرة إلى هذا المنزل يعني هناك استخبار قوي في هذا الاتجاه. ثانيا اليوم أثبت حزب الله أنه يستطيع بعمليات مركبة إرسال بين ال 55 صاروخ الذي أرسلهم اليوم، إرسال مسيرات تصل إلى هدفها وتلتهي القبة الحديدية والدفاعات الجوية بالصواريخ الزهيدة الثمن والتي تربك القبة الحديدية بحيث أن المسيرات تصل إلى أهدافها. ثالثا أن يكون هناك كل هذا التوغل البري و50,000 جندي و استحضار فرقة خامسة إلى الميدان ولا يستطيع التقدم، وأن يكون هذه السيطرة الجوية الكاملة، أن يطلق 55 صاروخ دفعة واحدة، يعني هذا دليل أن الميدان ما زال بيد حزب الله وبيد زمام الأمور بيده. يعني هذا ما نقرأه على الجبهة اللبنانية. على جبهة إيران يعني التأخر في تنفيذ الرد الإسرائيلي هو نتيجة أولا اليوم فوجئنا أن نتنياهو يطلب بطارية ثانية من بطاريات الساد. يعني البطارية التي استحضرت هي 48 صاروخ يبدو أنه يعني لا تكفي بصد الصواريخ، رغم وجود يعني كل القطع البحريه في لقوات التحالف الامريكي في البحر، والتي فعلت فعلها في اصطياد الصواريخ القادمه من طهران، ولكن يبدو ان هناك خشيه لدى العدو الاسرائيلي من ان يكون الرد الايراني اكبر من الصواريخ الموجوده ومن منظومه الثال. لذلك هو اعتقد ان سيدرس الرد الايراني، وهذا يعني المهلة المعطاة له من قبل الولايات المتحدة، أن كما قال بايدن قبل الانتخابات الأمريكية سيكون الرد، يعني مزيد من الدرس، لأن الرد الإيراني يبدو سيكون مؤلما لإسرائيل. نعم سيادة العميد، برأي حضرتك سلسلة الاغتيالات التي ينتهجها الكيان المحتل في هذه المرحلة، والحقيقة أنها حصدت أرواح كثير من القادة المهمين سواء في حماس مع إسماعيل هنية ويحيى السنوار، وأيضا بالنسبة لإيران وحزب الله مع اغتيال واستشهاد السيد أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله، هل هي سياسة جديدة أو منهج جديد أو طريقة جديدة يحاول بها الكيان المحتل أن يشعر بنشوة النصر، لا سيما وأنه عبر عام وأكثر لم يحقق أي نصر يذكر في حربه على الأراضي الفلسطينية أو مع تصعيده في الجنوب اللبناني؟ يعني نشوة النصر، يعني نحن نستغرب كيف يعلن يعني وزير حربه أو رئيس أركانه بأنه قضى على قدرات حماس. لم تعد حماس تشكل خطرا. إذا كانت فعلا لم تعد تشكل خطرا فلينسحب من 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 غزة، وهذا مطلب لحزب الله. لا يقول عندما يوقف إطلاق النار حتى ليس ينسحب، عندما يوقف إطلاق النار بغزة نوقف إطلاق النار من جنوب لبنان. هذه حرب إسناد، يعني لا يستطيع الخروج، لأن إذا خرج ثاني يوم كل غزة بيد حماس. واحد، اثنين، اليوم يعني يقول عندما قام بالتمهيد للغزو البري قام ب 1400 غارة على ما يعتقده فوهات إرسال صواريخ من لبنان، مرابط مدفعية أو صواريخ من لبنان، وقالها حينها وقت رئيس هذا وزير الأمن أن قضينا على ما أنتج حزب الله خلال 20 عام. يبدو أن هذا الموضوع يعني للاستهلاك المحلي الداخلي فقط. واليوم حزب الله ما زال يمتلك الصواريخ الدقيقة وبنك أهداف كبير، ولم يستهدف مدنيين حتى الآن. يعني إذا ما حاول الإسرائيلي متابعة بهذه الحرب، حزب الله ما زال جاهزا لها، والإسرائيلي أفرغ ما في جعبته. اليوم قتل قادة من بالداخل، هذه حرب عصابات، هذه حرب مقاومة، هذه حرب الموجودون فيها يقاتلون حتى الرمق الأخير، لا يرتبطون لا بقادة في خارج الميدان ولا بقادة كما يقول الإسرائيلي قتلنا مسؤول فلان، مسؤول ضيعت بنت جبيل، ومسؤول. هذا كله لا يفي بالغرض، مع احترامنا يعني وتقديرنا لمن تغتالهم إسرائيل من الشهداء. نعم، بالغ الشكر لحضرتك سيادة العميد ناجي ملاعب المحلل العسكري، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا. توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بمحاسبة أي أحد يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران. تصريحات عراقجي جاءت ردا على تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث توعد عراقجي أيضا بمحاسبة كل من يوفر الوسيلة والدعم للرد الذي قد يفضي إلى خسائر بشرية محتملة. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إن هناك فرصة لإنهاء الصراع بين إسرائيل وإيران لفترة من الوقت، وأوضح بايدن أنه لديه علم بكيفية وموعد رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى اعتقاده بإمكانية العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان، لكن الأمر سيكون أصعب في قطاع غزة، وذلك على حد قوله. يجتمع وزراء الدفاع من دول مجموعة السبع اليوم في مدينة نابولي بإيطاليا. من المقرر أن يتناول الاجتماع الحرب على لبنان وقطاع غزة مع ما يمثله ذلك من مخاطر اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق. كما سيتناول اجتماع وزراء دفاع مجموعة السبع وضع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والمعروفة باسم يونيفال بعد استهدافها من قبل إسرائيل. إلى الشأن المحلي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن شبكة الطرق الجديدة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة ساهمت في جذب العديد من الاستثمارات وزيادتها. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من مشروعات الخدمية بمحافظة المنيا، قال إن شبكة الطرق الجديدة التي تربط بين محافظات مصر سهلت الوصول بينها بأسرع وقت وساهمت في جذب الاستثمارات إلى مصر وزيادتها. احنا وصلنا المنيا في خلال فترة حوالي ساعتين أو ساعتين ونص. الكلام ده منذ 5-6 سنوات كنا عشان نيجي المنيا ممكن ناخد 4 أو 5 ساعات. وبالتالي شبكة الطرق اللي اتعملت اللي هي بتربط مصر كلها النهاردة أعتقد يعني بترد على أي تساؤل النهاردة هو احنا بنعمل شبكة الطرق دي ليه؟ لكن النهاردة أعتقد ده واضح تماما لينا القدرة على الوصول للمحافظة، ومش مجرد أن أنا أوصل، معنى كده أن بقت هذه المحافظة سهل أن أي استثمار يجي ويوصل لها، وبالتالي المناطق الصناعية اللي تبقى موجودة فيها تقدر أنها تشتغل، فرص عمل جديدة بتبدأ تزيد. الكلام ده بيتواكب مع النهاردة أن احنا بنزور 3 مراكز، وأرجو أن احنا ناخد بالنا بعيدا عن العاصمة بتاعت المحافظة، احنا بنزور صملوط، مغاغة والعدوى. وعلى فكرة دول مش من حتى المراكز الكبيرة، هم بيحتلوا مراتب بعد المنيا وملاوي. المنيا وملاوي هو أكبر مركزين، وبعديهم بتيجي يمكن صملوط، وبقية المراكز بتيجي في مراحل أخرى. أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الطفرة بقطاع الصحة تعكس اهتمام الدولة بمحور بناء الإنسان، وأشار إلى أن مستشفى صملوط المركزي يقدم خدمات كانت غير متاحة بمحافظة المنيا. مستشفى صملوط يمكن من أكتر من 3 سنين كان في زيارة ليها تفقد قبل ما كانت تتفتح زي العدوى دلوقتي بالظبط. الحمد لله النهارده اكيد حضراتكم شفتوا بتشتغل بكامل طاقتها تستقبل كل المواطنين، الاهم بقت بتقدم خدمات ما كانتش النهارده كانت متاحه جوه محافظه المنيا، خدمات متقدمه، عمليات جراحيه بقت بتتعمل، عمليات بتصل الى اورام سرطانيه، خدمات في معالجه حاجات كثيره جدا متقدمه لاهالينا، كان المواطن قبل كده بيضطر انه يسافر عشان يتلقى هذه الخدمه. فده طبعا جزء مهم جدا من منظومة بناء الإنسان والتركيز على العنصر البشري اللي بيتقال دايما احنا فين العنصر البشري وفين الصحة والتعليم. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين مستشفى العدوى أيضا النهاردة بتخلص، وإن شاء الله الشهر الجاي هتكون دخلت التشغيل التجريبي مع كل المنظومة اللي موجودة في المنيا. والمنيا النهاردة اللي هي بتتكلم على 6.5 مليون نسمة، هي واحدة من المحافظات إن شاء الله اللي هتدخل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، وهتبقى من أكبر المحافظات، لأن كده بندخل في المحافظات ذات الوزن الثقيل. 6.5 مليون نسمة هيدخلوا منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا ان شاء الله. فبنطمن على البنيه الاساسيه اللي موجوده. سمعت الشرح مسؤولين وزاره الصحه اللي بياكدوا حجم التطوير اللي بيتم مش فقط عن مستشفيات ولكن على وحدات الرعايه الصحيه، على يعني حضراتكم اذا كنتوا خدتوا بالكم واحنا ماشيين انا بلتفت بشوف تطوير نقط الاسعاف والعربيات الاسعاف اللي موجوده، المطافي، كل الحاجات دي والخدمات اللي بقت بتصل للمواطن في اقاصي يعني المناطق الريفية والمناطق اللي كنا بنقول عليها مناطق يعني في أطراف المدن وبعيدا عن يعني دايما كان بيقول نظر الدولة والمسؤولين. قال رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إن مشروعات الصرف الصحي تمثل أولوية هامة على أجندة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على التوسع في نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي بجميع قرى محافظات الجمهورية. مركز مغاغة محطة الصرف الصحي يعني هناك في القرية برطباط، والقرية دي خلينا نتكلم بس المحطة دي بتخدم 300 ألف نسمة في 17 قرية ما كانش عندهم صرف صحي قبل كده. النهاردة بس أنا هدي لحضراتكم رقم عشان تبقى بوضوح. في 2014 كان حجم تغطية خدمة الصرف الصحي في المنيا في المناطق الريفية والقرى لا يتجاوز 10%، 10% فقط. الدولة اشتغلت قبل حياة كريمة ضعفنا الرقم ده، بقينا 20%. إنما اللي احنا زي إذا كنت حضراتكم ركزتوا معايا مع انتهاء مشروعات المرحلة الأولى فقط من حياة كريمة هتخلص كل مشروعات الصرف الصحي بتاعت حياة كريمة بنهاية شهر 3 القادم. هترتفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي في المنيا إلى 60%، من 10% ل 60% في 10 سنوات. يعني أنا بس بتوقف عند هذه الأرقام، وإن شاء الله مع اكتمال المرحلة الثانية والثالثة من حياة كريمة المنيا هتكون متغطية بنسبة 100% صرف صحي. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة تحملت أعباء نتيجة الزيادة الهائلة في المنتجات البترولية والوقود، وأشار إلى أنه لن توجد زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية لمدة 6 أشهر قادمة. بتابع طبعا ردود الافعال بعد الزيادات اللي حصلت امبارح في موضوع الوقود، وخليني اذكر حضراتكم بمنتهى الشفافيه، احنا اتكلمنا على هذا الموضوع مع بعض وشرحت لحضراتكم متى تتحملوا وتحملته الدوله من اعباء على نتيجه لزيادات اسعار الهائله للمنتجات البتروليه والوقود، واللي احنا تحملناه بصوره اضافيه عشان ندبر موارد اضافيه عشان نضمن عدم قطع الكهرباء مره اخرى. واتكلمت بمنتهى الوضوح وقلت احنا مضطرين ان احنا نزود تدريجيا الاسعار من هنا لغايه نهايه 25، فبالتالي احنا بناخد خطواتنا بناء على هذا الموضوع. لكن اللي يمكن النقطه المهمه اللي انا عايز اكد عليها، وده كانت بالتنسيق سواء مع وزير البترول طبعا ومع حتى دراساتنا ورؤيتنا لازاي ان احنا نستهدف التضخم والدنيا تتحرك، ان احنا اتفقنا مع الزياده اللي حصلت امبارح ان احنا مش هيحصل زياده اخرى لمده 6 أشهر القادمه، ودي علشان نعمل نوع من الثبات وان احنا نساعد في انزال التضخم في الفتره الجايه. الاهم ان احنا لما اتعملت الحسابات بتاعتنا كلها اتعملت على اساس ان كان سعر البرميل $80، طب النهارده السعر 73، يبقى معنى كده ان لدينا فرصه اذا استقرت الاسعار في هذا على هذا المتوسط اللي هو 73 74، يبقى عندي فرصه كدوله ان انا ما ازودش الاسعار بالصوره اللي انا كنت حاططها كخطه من هنا لغايه اخر 25. اللي انا عايز اكد عليه مره اخرى، احنا نعي تماما مدى يعني هذا الموضوع بيبقى مؤلم والناس بتشتكي منه، وانا تاني بقولها يعني ما فيش حكومه بتتمنى انها ترفع الاسعار، ولكن احنا بنبقى عارفين المنظومه وعارفين قد ايه احنا متحملين وحجم العبء الشديد جدا المالي اللي موجود على الدوله وعلى الحكومه، وازاي ان احنا بنحاول يعني بصورة أو بأخرى نمرر الجزء اللي يسير على المواطن، وإحنا كدولة نتحمل وما زلنا بنتحمل الجزء الأكبر من هذا الموضوع. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مشروعات الصرف الصحي تمثل أولوية على أجندة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على التوسع في نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الارتقاء بجودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما بقرى محافظات الصعيد والمناطق المحرومة. جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء محطة معالجة الصرف الصحي بقرب مغاغة خلال زيارته لمحافظة المنيا ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحرص على متابعة تنفيذ المشروعات ذات الصلة بتطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية لكونها تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، مع إيلاء اهتمام خاص بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا. تفقد الدكتور مدبولي رئيس الوزراء في مستهل زيارته اليوم إلى محافظة المنيا مستشفى صملوط المركزي التي تقدم خدمات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. وصرح محافظ المنيا بأن المحافظة المفوضة شهدت حتى الآن تقديم نحو مليون خدمة في مجالات متنوعة، على رأسها الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والقوافل والتطعيمات والمبادرات الرئاسية المختلفة. أكد رئيس الوزراء أن الجانب الأكبر من زيارته اليوم لمحافظة المنيا سيخصص لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأشار مدبولي إلى أن زيارة اليوم ستركز على مشروعات ذات صلة بقطاعي تطوير المرافق والخدمة الصحية، بالنظر إلى أهميتها في الارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين. واستفادت المحافظة بشكل كبير من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تشهد خلال المرحلة الأولى تنفيذ 3202 مشروع في 32 قطاعا متنوعا، يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن في 192 قرية بالمحافظة بنسبة تنفيذ إجمالية تتخطى 80%. متواصلون مع حضراتكم ونتابع بعد أخبار الاقتصاد. روسيا تحذر من أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيجعل الحل السياسي والدبلوماسي للصراع مستحيلا. وقفتنا الأولى في هذه النشرة مع أخبار الاقتصاد، أخبار المال والأعمال نتابعها بالتفاصيل مع الزميلة صفاء سامي. أهلا وسهلا صفاء. أهلا بك يا دينا، شكرا لك. وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد والمال والأعمال من النيل للأخبار. أهلا بكم. ستاندن أند بورد يثبت تصنيف مصر مع توقعات مستقبلية إيجابية. أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورد تثبيت تصنيف مصر عند B-B، كما أبقت ستاندرد أند بورد نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري الإيجابية، وتأتي تلك النظرة وسط جهود الدولة المصرية في تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة على نحو يسهم في دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو الاقتصاد الخاص في الاقتصاد. أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن الدولة تستهدف إصدار استراتيجية السياسات الضريبية 2030 قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، بينما يجعل المستثمرين أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية. وجاء ذلك خلال لقاء الوزير بممثلي مجتمع الأعمال التركي على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العربي التركي. كما شدد وزير المالية على الحكومة أنها تعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد بجسور الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، حيث تم الإعلان بالفعل عن الحزمة الأولى من هذه التسهيلات. التقى كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الزراعة والنقل مع باتريك جان الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الينادو في مصر. وشهد اللقاء استعراض مشروعات وبرامج المنظمة في مصر، والبالغ عددها 23 مشروعا بحجم تمويل يبلغ 58 مليون دولار، والتي تهدف إلى تقييم الدعم الفني للمنشآت الصناعية المحلية وذلك في عدة مجالات. وأكد الوزير أن الحكومة تولي حاليا اهتماما بالغا بكفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ممثل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي ومشاركة نحو 85 ممثلا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال. ويهدف اللقاء أيضا لتعريف الشركات القطاع الخاص بفرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة وأهم الآليات التمويلية والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة. أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني عن تخصيص 5% من إجباري الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين ذوي الهمم. وأوضح الشربيني أن هذا التخصيص يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالمواطنين ذوي الهمم وذويهم بدورها. أيضا أشارت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الصندوق سوف يخصص أسبوعا كاملا للمواطنين ذوي الهمم للتقديم على الوحدات السكنية المطروحة قبل أن يتم طرح الإعلان لجميع المواطنين. يفتتح وزير البترول كريمة بدوي غدا الأحد مؤتمر حوض البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية، وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام بمشاركة وزير الطاقة القبرصي وأمين عام وزارة الطاقة اليونانية وأمناء عدد من المنظمات الدولية الكبرى في مجال الطاقة والغاز الطبيعي. وأوضح وزير البترول أهمية مؤتمر حوض البحر المتوسط كمنصة رائدة تتناول جميع أنشطة الطاقة الإقليمية والتعرف على الحلول الجديدة والمبتكرة للتحديات التي تواجه صناعة الطاقة. ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات في الصين بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال ال3 الأرباع الأولى من عام 2024. وارتفعت القيمة المضافة لقطاعات نقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 11.3%، وتوسعت القيمة المضافة لقطاعات المطاعم والإقامة بنسبة 6.3% على أساس سنوي. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث هبطت العقود الآجلة للنفط وسجلت خسارة أسبوعية بأكثر من 7% بعدما أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ، ومع تقييم المستثمرين لتوقعات متباينة بشأن الشرق الأوسط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.87% لتصل إلى 73.6% للدولار للبرميل عند التسوية. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.45 دولار أو 2.5% إلى 69.22 دولار للبرميل. وهبط برنت بأكثر من 7% هذا الأسبوع، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ 2 سبتمبر. إلى وول ستريت، حيث أغلق المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع بدعم من قفزة حققها سهم نتفليكس بفضل نتائج أعمال الشركة، فضلا عن مكاسب في أسهم التكنولوجيا. وحققت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر داو جونز الصناعي، وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 39%، كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 63%، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%. هذه نهاية أخبار الاقتصاد، عودة مرة أخرى إلى الزميلة دينا. أشكرك شكرا جزيلا صفاء. وعودة من جديد مشاهدينا الكرام إلى أخبارنا السياسية وملف الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حذرت الخارجية الروسية من أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيجعل الحل السياسي والدبلوماسي للصراع الروسي الأوكراني مستحيلا وسيؤدي إلى تصعيد خطير. تأتي التصريحات في الوقت الذي تواجه كييف وضعا صعبا على الجبهة الشرقية وتتعرض لقصف عنيف متواصل، كما تزداد صعوبة الوضع مع ظهور بوادر تشير إلى تراجع التعبئة الغربية بعدما خفضت ألمانيا، ثاني أكبر مزود للأسلحة لكييف، خفضت من مساعداتها المالية المخصصة لأوكرانيا للعام 2025 إلى النصف، حيث 4 مليارات يورو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة زوريانويا في دونتسك الشعبية. وقالت الوزارة إنه نتيجة للعمليات الناجحة التي قامت بها وحدات من مجموعة القوات الروسية تم تحرير هذه البلدة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 830 عسكريا ومركبتين ومحطتين للحرب الإلكترونية، وتم صد 3 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية. ونشكر حضراتكم كذلك في الختام على المتابعة، وهذا تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من عناوين. الرئيس السيسي يستقبل وفدا من مجلس النواب الأمريكي ويؤكد ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان. حزب الله يستهدف قاعدة عسكرية قرب حيفا، ومكتب نتنياهو يؤكد استهداف مقر إقامته بطائرة مسيرة قادمة من لبنان. رئيس الوزراء يؤكد خلال جولته التفقدية في المنيا أن المشروعات التي تنفذها الدولة تستهدف المواطنين. مزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني mail.ag. إلى اللقاء.